عملت من قريب فيديو عن افكار اللانش بوكس، وكان حرفيا اكتر فيديو طلبته مني اعمله جزء تاني، فعملت ده. اللي فات كان موجه اكتر للناس اللي بتروح الجامعه والشغل وعايزه تاكل حاجه صحيه ومتوازنه شويه، بس كتير من الكومنتس كانت بتقولي ان ده مش مناسب للسن اللي اصغر من ده شويه. فالفيديو ده بقى موجه لكل الاعمار، وكل الافكار اللي فيه مش هتاخد اكتر من ربع ساعه في التحضير، عشان عارف ان اكيد في ناس كتير زيي اول ما بيصحوا من النوم بيبقوا زومبيز ومش شايفين حاجه. المره اللي فاتت قلت ايه المشروب اللي في رايي بيليق على كل فكره منهم، المره دي عايزكم انتوا تقولوا لي في الكومنتس. بس طبعا ده لو بتعملوه للاطفال يبقى على طول احسن حاجة هي المية، وممكن العصير الفريش او اللبن. يلا نشوف اول فكرة. جبت صينية ودهنتها زيت، ما تقلقوش مش هتاخد اكتر من 10 دقايق زي ما قلت، عشان انا مش هخبز عجينة، انا هستخدم حاجة مخبوزة اصلا وهي العيش التوست ده. الميزة انه سواء طازة او بايت بينفع في الوصفة دي. دهنت عليه صوص بيتزا، ممكن تستخدموا اي صوص تحبوه او حتى كاتشب بس لو اسهل لكم. حطيت كمان من فوق طماطم وفلفل وزيتون، وعلى الوش جبنة موتزاريلا. دخلت الصينية دي فرن كنت مسخنه على درجة حرارة 200، وهو بيستوي غليت مية على نار متوسطة وحطيت فيها ذرة سكري، بس بعد ما شلت الأخضر اللي عليها ده وغسلتها طبعا، وكمان حطيت معلقة ملح وغطيتها. بعد 5 دقايق الذرة كان لونها بقى ذهبي كده واستوت، شلتها من المية. ممكن على فكرة تبدلوا الذرة المسلوقة دي بذرة مشوية عادية لو بتحبوها أكتر. بعد 10 دقايق في الفرن الجبنة اللي على التوست ساحت والتوست اتحمص، شلته من الفرن. وفي اللانش بوكس حطيت البيتزا السريعة اللي عملتها دي ومعاها الذرة، وعشان احلي بعدهم خدت موزه. ما اعتقدش في حد مش هيتبسط لما يلاقي بيتزا في اللانش بوكس بتاعه، والاحلى انها كانت سهله جدا وما خدتش وقت. تاني فكره بقى مكسيكي، استخدمت فيها عيش التورتيه ده، هتلاقوه في السوبر ماركتس الكبيره مجمد او في قسم المخبوزات. سيحت حته زبده صغيره خالص في طاسه على نار هاديه جدا، وحطيت التورتيه وحطيت عليها جبنه. ممكن تستخدموا اي انواع جبنه تحبوها هنا، المهم تكون بتسيح. انا حطيت شيدر حمرا ورومي وموتزاريلا وشويه خضار، بس زي ما انتم شايفين في نص واحد بس. بعدين قفلت النص التاني عليه وفضلت ادوس كده لحد ما الجبنه اللي من تحت ساحت. بعدين قلبت على الناحيه التانيه وسبت الجبنه على الناحيه دي كمان تسيح. انا عشان استخدمت التورتيه حجمها صغير فكان سهل اقلبها في الطاسه بالاسباتيولا كده، بس لو بتستخدموا التورتيه اللي هي الكبيره دي هتحتاجوا ان انتوا الاول تحطوها في طبق بعد كده تقلبوها بالطبق في الطاسه. حركه سهله كده انا شرحتها بالتفصيل في فيديو الكساليه، ممكن تشوفوه لو عايزين. الحلو بقى عملته بنفس العيش ده، فردت على نص نوتيلا، ممكن تستخدموا مربى او زبده فول سوداني اللي تحبوه، وقطعت عليها شرايح موز. بعدين قفلت النص الفاضي على المليان وتنيتها تانيه كمان عشان تبقى شبه الكريب كده. الحارق والحلو كانوا سهلين جدا وما خدوش وقت خالص، بس تحفه كاني جبت اكل من بره. عشان اكمل الجو المكسيكي كمان حطيت معاهم سوداني بقشره، بس ده لو هتدول طفل اتاكدوا الاول انه عارف ازاي يقشره ويتخلص من القشر من غير ما يبهدل المكان حواليه. قبل الفكره الجايه عايز اكلمكم شويه عن سبونسر الفيديو ده، ترينديفا. دي ماركه مصريه بتعمل منتجات عنايه بالبشره والشعر بمكونات اسبانيه وسويسريه وفرنسيه. الحاجه بتيجي في باكج هاند ميد تحفه بيحكي قصتهم، وكمان بيحافظ على العبوات في الشحن. منتجاتهم كلها معمولة بمكونات طبيعية، منتجات الشعر مثلا معمولة بالقهوة الخضراء ومستخلصات زيت الأرجان والسوبالميتو والجوجوبا، والأهم من ده إنه خالي من المواد الضارة اللي بتبوظ الشعر زي البارابين والسلفيت، يعني آمن حتى على شعر الأطفال. والمميز أكتر هو إن منتجات البشرة معمولة بتكنولوجي النانو لايبوزومز، ده بيخلي حجم المستحضر صغير جدا فبيقدر يدخل بين مسام الجلد عشان يغذي البشرة كويس من جوه. وبالنسبه للكواليتي العاليه جدا دي اسعارهم مش غاليه خالص. ومش بس كده، ممكن تاخدوا خصم 50% على اي حاجه تشتروها لو استخدمتوا كود خصم عمر 50 وانتوا بتعملوا الاوردر، ودي في رايي فرصه حلوه جدا ليكوا تجربوا منتجاتهم بسعر قليل جدا. عندهم تشكيله كبيره قوي لازم تشوفوها بنفسكم، هسيب لكم اللينكات في الكومنتس والديسكربشن. تالت فكره هستخدم فيها الكرواسون ده، ممكن تستخدموا باتيه ساده لو حابين. فتحته بالسكينه زي الفينو كده وحطيت جواه خس وسلايس شيدر حمرا ولانشون. ممكن بدل اللانشون العادي ده تستخدموا تركي مدخن او لانشون فراخ، اي حاجه من الحاجات دي. ولو مش بتستخدموا اللحوم المصنعه ممكن تخلوها جبنه بس عادي. حطيته في العلبه وحطيت معاه ذره وموز. لانش بوكس سهل جدا وبحسه جرمي شويه كده. رابع فكره بقى من الحاجات المفضله عندي، بس مش بعملها كتير عشان كارثه، بستخدم فيها الفطير بتاع الفرن العادي ده مش المشلتت، وبحط عليه لانشون او جبنه مثلثات ساعات كده وساعات كده، وفوقيه شيبسي. انا بحب اللي بالشطه عليه، بس طبعا استخدموا الطعم اللي تحبوه. قفلت كل ده زي الراب كده وانا بكسر الشيبسي، واللي وقع بره ده اكلته كمكافاه ليا على تحضير اللانش بوكس. وغلفت كل ده في الاخر بستريتش راب كويس عشان ما يتفتحش ويوقع كل اللي جواه. كمان عشان احسس نفسي انه صحي شويه قطعت خضروات صوابع بالطول كده، قطعت جزر وخيار وفلفل الوان وحطيتهم على الفطيره. وبما ان الفطيره اكله مصري حطيت معاها جوافه كتحليه، مش عارف ليه بس بحس الجوافه فاكهه مصريه اصيله كده.
خامس فكرة هي تطور ساندوتش الجبنة بالطماطم العادي بتاعنا ده. في بولة حطيت خضروات متقطعة مكعبات صغيرة خالص، حطيت طماطم وخيار وفلفل ألوان، كمان حطيت زيتون أخضر، وجبت معلقة كبيرة كبيرة جدا جبنة اسطنبولي وقلبتهم فيها، وحطيت الخليط ده في عيش فينو عادي. عملت اتنين عشان واحد بس مش هيشبعني بصراحة، وعشان الجبنة ما تقعش برا لفتهم برضو في ستريتش راب وحطيته في العلبة ومع بريتزلز. دي حاجة زي البقسومات كده مملحة بتتباع في السوبر ماركتس وفي نفس الأفران اللي بتبيع الفينو. خدت كمان مع كل ده تفاحة. أنا باخد التفاح معايا عادة سليم زي ما هو من غير ما أقطعه عشان ما يسودش، بس شفت على النت إن أنا ممكن أقطعه وألفه في ستريتش راب ويقعد معايا كتير من غير ما يسود. قطعت التفاحة وشلت البذر وحاولت أجمعها زي ما كانت قبل ما أقطعها. الموضوع طلع أصعب ما كنت متخيل بصراحة، مع إني بحب البازل. بعدين لفيتها في ستريتش. فطار بسيط وسهل، بس المشكلة إن التفاحة سودت في الآخر، فخد التفاحة سليمة أحسن. سادس فكرة بستخدم فيها البان بتاع البرجر ده، حطيت فيه لانشون، بس عشان السلايس كانت أكبر بكتير من البان فقطعتها أربع وحطيتها بشكل دورية كده عليه، واعتبرت بقى اللانشون ده كأنه برجر بالظبط. حطيت عليه جبنة بتاعت البرجر وخيار مخلل وطماطم وخس، وكمان حطيت مستردة، ممكن تستخدموا مايونيز أو كاتشب اللي تحبوه، وزي ما قلت لو مش بتحبوا اللانشون شلوه خلوه جبنة بس. حطيت ده في العلبة، وعشان أحلي حطيت معاه سلايسز كيك كانت عندي من امبارح، وعشان احسس نفسي اكتر انه برجر فعلا خدت الخضروات اللي قطعتها صوابع زي البطاطس دي معايا كده، كاني عملت ساندويتش برجر بس من غير برجر عشان ما نمشي في الشغل. اخر فكره بسيطه جدا بس بحبها، استخدمت فيها عيش لبناني وفردت عليه جبنه بيضه سبريد اللي هي بتتفرد بسهوله دي، ممكن تستخدموا لبنه كمان احلى، ورشيت عليها زعتر. لو في البيت هحط عليها شويه زيت زيتون، بس لو هاخدها الشغل الزيت ممكن ينقط. لفيت الساندويتش وقسمته من النص وحطيته في اللانش بوكس، وخدت معاه خضروات، وعشان الاكل اللبناني بيليق عليه المزازه قوي خدت برتقانه حلي بيه، وبس كده. افكار بسيطه وحلوه جدا، مش صحيه قوي بصراحه، لو بتدوروا على حاجه صحيه اكتر شوفوا الجزء اللي فات من الفيديو ده. كمان الحاجات اللي انا خدتها جنب السندوتشات هي اللي في رايي بتليق عليها، بس ممكن رايكم يكون مختلف، ممكن تحبوا تبدلوا حاجه بحاجه تانية، مثلا رمان بدل الجوافه، ذره بدل الخضار وكده. المهم ما تنسوش تقولوا رايكم في المشروبات اللي تليق جنبها في الكومنتس، وقولوا لي لو الفيديو ده عجبكم وعايزين جزء تالت، وما تنسوش تعملوا الحاجات اللي بقولها في اخر كل فيديو. لسه بتتفرجوا؟ شكرا جدا انكم تتفرجوا للاخر.